أهلا ومرحبا بكم في زوايا الحدث. نسلط الضوء من خلال حلقة هذه الليلة على مشروع الحل الأممي المقدم من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وأيضا المواقف الدولية الراهنة إزاء هذا الملف. إذن مشاهدينا، قال مصدر في الوفد الحكومي لقناة بلقيس، قال إن رئاسة الوفد عادت إلى الكويت لحضور البيان الختامي والتوديع وتقديم الشكر لأمير دولة الكويت وأيضا المبعوث الأممي في اختتام فترة المشاورات. وكان أيضا الوفد الحكومي قد غادر دولة الكويت قبل يومين بعد توقيعه على مسودة اتفاق مقدمة من المبعوث الأممي، فيما لا يزال وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع يرفض التوقيع على الاتفاق الذي تكتنفه الكثير من الملاحظات والتفاصيل فيما يتعلق بحل الأزمة جذريا. وقد سبق وأن علق الوفد الحكومي بقوله إن هناك ملاحظات كثيرة على هذا المشروع، لكنهم اضطروا للتوقيع عليه رغبة في التواصل إلى حل سلمي ينهي الحرب وتداعياتها. المبعوث الأممي إلى اليمن أبلغ مجلس الأمن الدولي رفض وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع التوقيع على اتفاق الكويت، ما دفع المجلس لتقديم صيغة بيان يدعو الحوثيين وصالح للتعاون مع الوسيط الدولي ولد الشيخ أحمد، لكن ممثل روسيا في مجلس الأمن أفجل إصدار هذا البيان مما حال دون الموافقة عليه بالإجماع. وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، قال إن روسيا تحججت بالمطالبة بمزيد من التوضيحات من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بشأن التطورات حول محادثات السلام في دولة الكويت، فيما اعتبر نائب مدير مكتب الرئاسة وعضو الوفد الحكومي في المشاورات عبد الله العليمي، اعتبر هذا الموقف الروسي في مجلس الأمن بالموقف الاحتجاجي من تعثر مشاورات السلام وليس موقفا ضد الشرعية. تطورات الجهود السياسية على ضوء عودة رئاسة الوفد الحكومي إلى دولة الكويت والمواقف الدولية الراهنة إزاء الملف اليمني ومشروع الحل الأممي المقدم من قبل ولد الشيخ أحمد هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ نشاهد هذا التقرير. مرة أخرى يفشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليمنية، والجلسة التي خصصها المجلس لمناقشة تطورات المحادثات السياسية بين الحكومة والميليشيا انتهت دون ما كان يفترض أن تخرج به، وهي دعوة وفد الميليشيا للتوقيع على الاتفاق المقدم من المبعوث الأممي والذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي. بالرغم من بعض الخطوات، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في إفادته المقدمة للمجلس أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال ترفض مسودة الاتفاق، مطالبا المجلس بالتحرك، إلا أن المندوب الروسي أفشل هذه المساعي بعد رفض صيغة بيان كان يطالب الميليشيا بالتوقيع والتعاون مع المبعوث الأممي قبل أن ينسحب من الجلسة. البيان كان يفترض أيضا أن يدين المجلس السياسي المعلن من قبل الميليشيا، لكن المندوب الروسي حال دون ذلك، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل الميليشيا على لسان رئيس وفدها للمحادثات. في الكويت يبدو أن الموقف ذاهب نحو إسدال الستار على الجولة الأطول من المحادثات السياسية اليمنية دون ما اتفاق، مع تأكيد مصدر في الوفد الحكومي عن عودة أخيرة لرئاسة الوفد إلى الكويت بغرض المشاركة في البيان الختامي للمحادثات وتقديم الشكر للكويت والمبعوث الأممي على مساعيهم حسب قوله. يبدو الموقف برمته بلا أفق مع استمرار رفض الميليشيا التوقيع على الاتفاق وتزايد الشكوك المثارة حول كون هذا الحل المقترح حلا جيدا، إذ أن بنود المسودة المقدمة قد لا تشكل مقدمة لحل النهائي فعلا مع استمرار المبعوث الأممي في مساعيه للبقاء في الوسط الذي لن يفضي إلى أي مكان، وهو ما يجعل هذا الاتفاق يبدو وكأنه دائرة أخرى من دوائر الحلقة المفرغة التي تسير فيها الأزمة اليمنية ولا حل قريب. إذن مشاهدينا، سنناقش في حلقة الليلة سيكون نقاش حول المشروع على الاتفاق المقدم من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لإنهاء أزمة الملف اليمني. سيكون معنا في هذا النقاش سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عواد بن مبارك، كما سينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن، على أن ينضم إلينا صحفي صالح البيضاني من دولة أو من الرياض تحديداً. إذن مشاهدينا، نبدأ مع سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عواد بن مبارك. دكتور، مساء الخير. إذن مشاهدينا، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصالات، لم نتمكن من الوصول إلى أحد ضيوفنا حتى الآن. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
إذن مشاهدينا للحديث حول المشروع الأممي المقدم في الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وأيضا المواقف الدولية إزاء هذا الاتفاق. يعني سينضم إلينا الآن الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. دكتور مساء الخير. هلا هلا مساء النور. يعني دكتور مرة أخرى يفشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليمنية، لماذا الفشل عنوان الجلسات الأممية وجهودها الدبلوماسية بشأن اليمن؟ وما مصدر هذا الفشل والعجز بحسب قراءتك للتجاذبات الإقليمية والدولية تجاه الملف اليمني؟ طبعا هو الفشل البارحة كان نتيجة لاتخاذ الروس موقفا مضادا ضد إصدار بيان رئاسي لطالب الحوثيين وصالح بالتعاون مع ولد الشيخ. طبعا روسيا تلعب لعبة المناكفات الدولية، سواء مناكفاتها مع التحالف العربي، ويبدو أنها تريد إدخال الموضوع برمته مقايضات إقليمية تخص الملف السوري وربما الملف الأوكراني فيما يخص العلاقات مع التحالف العربي ومع الدول الغربية في الجانبين السوري والأوكراني. المسألة روسيا لم تفعل ذلك حسب ناطق الحوثيين بأنه لمصلحة الشعب اليمني، بالعكس العكس هو صحيح تماما. روسيا تريد إطالة أمد المعاناة، تريد إطالة أمد الحرب في البلاد لمصالحها الخاصة، لأنها تريد نوعا من الحرب الاستنزافية التي تستنزف اليمنيين جميعا وتستنزف التحالف العربي، وتريد أيضا أن تكسب أوراقا في ملفات أخرى مثل الملف الأوكراني والملف السوري. الموضوع برمته طبعا يعني يبدو أن أيضا التخاذل وعدم القدرة أيضا على الحسم العسكري لها دور كبير في يعني في نقل تموضعات اللاعبين الدوليين من هنا إلى هناك أو من جانب إلى آخر، لأنهم لم يجدوا نوعا من الأطراف اللاعبة القوية في الجانب الشرعي التي يمكن أن تضمن مصالحها داخل البلد والتي يمكن أن يعول عليها في حفظ الأمن والاستقرار. ذلك كله ينبغي أن نلقي اعتبار، لكن هو الموقف الحكومي ما زال ضعيفا حتى اللحظة. هذا ما أقول، يعني هل تقصد ذلك يا دكتور؟ نعم، أنا أقول أنه أن عدم وجود قوة عسكرية وسياسية لدى الجانب الشرعي تثبت بأنها يمكن أن تكون شرعية حقيقية كما هي شرعية على الورق، يمكن أيضا تكون شرعية على الأرض. هذا يجعل كثير من اللاعبين الإقليميين يراجع مواقفه، وفي الأخير العالم عالم مصالح، هم يبحثون عن من يضمن مصالحهم. لكن علينا أن نفهم الموقف الروسي البارحة بأنه داخل ضمن لعبة تجاذبات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بين الروس والتحالف العربي وغير ذلك من التشابكات التي يمكن أن تفهم في هذا الصدد. نعم، إذن دكتور تكرم بالبقاء معنا. سينضم لنا الآن سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك. دكتور مساء الخير. مساء النور، مرحبا. أهلا بك دكتور. لنبدأ من عودة رئاسة الوفد الحكومي إلى الكويت مجددا، يعني ما وراء هذه العودة المفاجئة؟ الوفد لم ينسحب. الوفد يعني أعلن هذا بصراحة الأخ رئيس الوفد، وكذلك تصريح مماثل من المبعوث الأممي أن الوفد الرسمي قدم موافقته الخطية على المشروع المقترح الأممي وغادر، لأنه ليس هناك شيء. يعني الآن معظم الجهد المبعوث الأممي وسفرات دول 18 مع الفريق العقاري. ثم طبعا قاربت الفتره الانتهاء، لانه كما هو معلوم ان الوفد يعني قرن يعني موافقته بان يتم توقيع على المصطلح الأممي قبل يعني في موعد اخطاء 7 اغسطس. فبالتاكيد طبعا بجانب دبلوماسي ولياقه، بالتاكيد انه يجب ان يعود الوفد، يجب ان يتواصل مع بقيه السفراء، يجب ان يشكر امير ويعني وحكومه وشعب الكويت على الجهود الطيبه. انا اعتقد انه في شق كبير بروتوكولي، وكذلك حتى لا يفسر. يعني دكتور العوده، يعني هل يعني عوده الوفد هل اتت بناء على طلب بعد يعني ان هناك قد نقول معلومات بان الوفد الحوثي سيقبل بالتوقيع، ام انها عوده بروتوكوليه يعني عاديه؟ والله انا ليست لدي معلومات تفصيليه في هذا الامر، لكن ما اعتقد انه عوده بروتوكولية. ما يترشح لحد الآن أنه لم يظهر للحظة يعني أي مرونة في موقف الحوثيين، وأنا أعتقد هذه الجماعة خبرناها كثيرا. المشكلة ليست في التوقيع، المشكلة يعني في التنفيذ وفي كثير من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ ذلك الاتفاق.
نعم، هناك توقعات يعني بوجود ضغوط دولية لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، هل تلمسون هذه الضغوط والجهود الحثيثة؟ هناك يعني انا يعني الموقف الأممي يعني بغض النظر عن يعني قراءتنا لما حصل امس في الجلسه المغلقه لمجلس الامن والتفسيرات التي سواء التصريح الذي قام به المبعوث الممثل الدائم الروسي او التصريح الذي يعني تحدث عنه سام بتباور اسمه الممثل الامريكي في مجلس الامن. نعم. بما يتعلق بما جرى، لكن انا اعتقد انه الموقف الاممي موقف المجتمع الدولي للحظه يعبر عنه بيان السفراء 18 الذي صدر بعد توقيع الوفد الحكومي والذي عبر عن دعمه للمفاوضات السلميه وعن شكره وتقديره العالي للتعاطي الايجابي من قبل الوفد الحكومي والذي اعتبر انه 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 الخطوات الاحاديه التي يعني قام بها الحوثيين وطالح بشكل سياسي يعني تعكر جو المفاوضات وطالب الاطراف، وهذا طبعا لا تتوقع من العالم والمجتمع الدولي الا ان يتحدث بهذه اللغه. بالتاكيد العالم هو يعني مع الحل السلمي الذي يضمن امن واستقرار اليمن الذي يعني يجمع كافه الاطراف، يعني اقصد هذه اللغه الدبلوماسيه التي تستخدم في كل المحافل الدوليه. نعم، إذا دكتور أحمد تكرم بالبقاء، نعود إلى دكتور محمد جماح. يعني دكتور، ماذا تقرؤون من الموقف الروسي الأخير الذي اعترض على إصدار بيان يحث الحوثيين للتعاون مع المبعوث الأممي، في حين يعني أن ناطق الحوثيين اعتبره موقفا مشرفا ويثبت وقوف روسيا إلى جانبهم؟ وكما قلت يعني الموقف الروسي هو موقف يتصل بكثير من من حس المماحكه ومناكفه الدول التي يرى انها تقف او ربما وجد لها وجهه نظر اخرى مخالفه للموقف الروسي إذا الوضع في اليمن. يعني يريد ان يوجد نوع من الاستفزاز او من اوراق الضغط على الجانب السعودي وجانب التعارف العربي، يريد ايضا ان يناكف الدول الغربيه الاخرى فيما يخص الحل في اليمن. روسيا تريد طبعا ان تظهر نفسها لاعبا قويا على الساحه الدوليه. نعم. ولكن بالمحصله ما قاله المندوب الروسي اذا يعني تعليله لما حصل الموقف الروسي، قال بان الذي نبا الى علمه عن المسوده والمفاوضات التي سارت بان الاتفاق الاخير لا يتحدث عن الجوانب السياسيه وانما يتحدث عن الجوانب الامنيه والعسكريه وجمع الاسلحه وسحب الميليشيات وما الى ذلك، وهذه مغالطه واضحه كبيرة. يعني الاتفاق الأخير هو اتفاق سياسي بالمقام الأول. نعم. مهد له بالخطوات الأمنية التي ذكرت، حتى أن الاتفاق السياسي مع الخطوات الأمنية والعسكرية جاءت متسقة، لأن هناك مادة في الاتفاق تنص على أن ينجز الاتفاق السياسي وتنجز هذه الخطوات خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق. وبالتالي أعتقد أن المعايير الروسية إذا في تبريرهم لهذا الاعتراض ليس لها أساس من الصحة، لأن الاتفاق واضح واتفاق سياسي يمهد له بترتيبات امنيه وتاتي كلها حزمه سياسيه وامنيه وعسكريه واحده. نعم. لكن كما ذكرت لك ان الروس يريدون ان يناكفوا في مناطق اخرى من اجل ان يحققوا بعض النقاط في ملفات اخرى في اوكرانيا وفي روسيا. نعم. وغيرها من الملفات. نعم. وبالتالي اصبحنا للاسف الشديد في اليمن يعني كره في الملعب الدولي امام لاعبين دوليين كبار، ما لم تحسم الحكومه الشرعيه امرها بهذا الموضوع. نعم. ويعني لا تكتفي لكثير من الامور وان تثبت نفسها في الميدان وتعود الى البلد، فان الوضع فيها ازداد سوءا، وربما نشهد في الفترة القادمة أن تتموضع قوى دولية بعينها في مواضع أخرى لا ترجوها ولا تريد الحكومة الشرعية. نعم. نعم، يعني دكتور أيضا مندوب السعودية في الأمم المتحدة، يعني هناك نوع من الإيجابية يقول في التعامل مع الموقف الروسي، يقول أن هذا الموقف جاء يعني لطلب مزيد من التوضيحات من المبعوث الأممي، كما أيضا نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية يقول أن يعني الموقف هذا يأتي كموقف احتجاجي عن تعثر مشاورة السلام. أنا أعتقد أن هذه كلها يمكن أن تفهم في إطار التصريحات الدبلوماسية التي تتغيى أن تكون لغتها هادئة وأن تكون مغلفة.
لكن حقيقة الأمر أن الموقف الروسي البارحة بالاعتراض، وعلى ماذا اعترض؟ هو اعترض على فقرة أساسية وهي مطالبة وفد الحوثي صالح بالتعاون مع المعهد الدولي. ما الذي يمكن أن 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 أن, أن يكون أن يكون البيان الرئاسي إذا لم يكن كذلك؟ لا يمكن أن نطلب من الوفد الحكومي التعاون مع المعهد الدولي، لأن الوفد الحكومي وقع على هذا الاتفاق، وبالتالي ينبغي أن توجه الأمم المتحدة نداء أو بيانا تطالب فيه الحوثي وصالح بالتعاون مع المعهد الدولي، لأنه هو الذي لم يوقع. أما أن يتم الاعتراض على ذلك فلا يمكن أبدا تبريره بأنه نوع من طلب مزيد المعلومات. المندوب الروسي قال بأن يعني أتى بمغالطة كبيرة، بأن الاتفاق السياسي الذي عرض عليه وهو مندوب دولة كبرى لا يمكن أبدا أن يعرض عليه من يضلل في هذا الموقف. قال بأن الاتفاق الذي عرض عليه هو اتفاق يتحدث عن جوانب أمنية وعسكرية ولم يتحدث عن اتفاق لحل سياسي، هذا هو أساس الرفض. نعم دكتور، نتوقف عند هذه النقطة ونعود لدكتور أحمد عواد بن مبارك. يعني دكتور، المشروع المقدم من قبل المبعوث الأممي، يعني هل هو بالنسبة لكم مخرج طوارئ طالما وافقتم عليه بالرغم من ملاحظاتكم الكثيرة عليه؟ لا، أنا أولا يعني المشروع رغم الملاحظات التي يعني أديناها يعني، لكنه بدرجة رئيسية في مفاصله الرئيسية يستند على النقاط الخمسة التي تم التوافق عليها في جدول أعمال بيير، والتي يعني لطالما ركزنا عليها. نحن طبعا كنا يعني نعتقد أنه من المهم أن تذكر كثير من التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وأن لا تترك بعض القضايا مفتوحة حتى يساء تفسيرها. ونحن من خبرتنا مع الحوثيين يعني في كثير من الاتفاقات يعني كثيرا ما يتملصوا ويوجدوا قراءة مختلفة للنصوص، لكن يعني المشروع بالنهاية يتسق مع النقاط الخمسة، والأهم أنه أولا يشترط حزمة ما عرف بإجراءات بناء الثقة أو الإجراءات الأمنية كمقدمة للحل السياسي. لا يمكن الولوج في الحديث حول تفاصيل الحل السياسي سواء المتعلقة بالشراكة بالحكومة أو غير ذلك قبل تطبيق الفقرات الأولى المتعلقة بالجانب الأمني، والتي ذكرت صراحة في سبعة نقاط في القرار الأممي 2216 كمقدمة، وكانت موجهة بشكل تفصيلي ومحدد نحو قوات الحوثي وصالح، وتتحدث بلغة الإلزام والفورية. نعم، لكن دكتور يعني يشير أحد بنود الاتفاق، يعني أحد البنود يشير إلى إنهاء فترة الرئيس هادي خلال يعني فترة 45 يوما من تاريخ التوقيع. ماذا يعني هذا البند؟ يعني وما مدى تأثير هذا الأمر على المرجعيات القانونية للشرعية وأيضا الاعتراف الدولي بها؟ ليس هناك شيء يقول أنه يعني يقول بعد 45 يوما يبدأ الحديث حول حزمة الإجراءات السياسية. لا يتكلم مطلقا على مؤسسة الرئاسة، وليس هناك في أي إشارة حول مؤسسة الرئاسة، حتى فيما يتعلق في موضوع الإجراءات السياسية لا يفصل ما المقصود بالإجراءات السياسية، ولكن هي معاودة يعني النقاش في مسألة الحكومة التي تكلمنا عنها. هناك تفسيرين، تشكيل حكومة أو توسيع للحكومة، هناك تفاصيل كثيرة لم تحسم بعد. يعني ماذا يعني تزمين النقاش السياسي مع حزمة من الإجراءات الأمنية في ذات الوقت؟ لا يعني مطلوب يعني 45 يوما فترة يعني قياسية، مطلوب خلالها أن يتم تنفيذ حزمة من الإجراءات وأن تكون في هناك مؤشرات واضحة، لأن كذلك التقرير يتكلم عن ملاحق، وهذه الملاحق لم يتم مناقشتها بعد، لم يتم التوافق عليها بعد. هذه الملاحق تتحدث حول تفاصيل يعني متعلقة بما يجب تنفيذه في قضايا الانسحاب المدن وتسليم السلاح، في كيفية إنشاء اللجنة العسكرية التي تتولى هذا الأمر، وكثير من التفاصيل الأخرى. لا زالت هناك الكثير من التفاصيل التي لم تحسم. أعتقد أن الفكرة الرئيسية هو اختبار إرادة السلام لدى مختلف الأطراف، ولذلك حرصت الحكومة أن تتعاطى إيجابيا مع هذا المقترح وأن تظهر للمجتمع الدولي يعني مراوغة الطرف الآخر، وأنه في كل الأحوال يعني حتى وإن قدم شيء، لأنه بالنهاية يعني هو حالة وسط بين ما تطالب به الحكومة وما يطالبه الطرف الانقلابي لن تقبل به. القراءة الخاطئة للطرف الانقلابي منذ البدء، وخاصة بعد يعني كثير من الآليات التدليل التي يعني قرأوها خطأ بأن هناك اختراق تم في الموقف
الدولي، وانه يعني بالامكان ان يتم مكافاتهم على موضوع الانقلاب، ويتم يعني شرعنه بعض ما تم الحصول عليه بالوقود السلاح. نعم. حتى في اطار الموقف الروسي انا اتفق مع تحليل الدكتور محمد فيما يتعلق بالمبادله بالملفات بين ما يجري في اليمن وما يجري في بقيه انحاء العالم، وبالتاكيد في المقدمه ما يجري في سوريا، الموقف الروسي والموقف الغربي المقابل. ويمكن حتى اذا لاحظتم انه كان هناك نقد مباشر من المندوب الروسي للموقف البريطاني، ومباشره بعدها بدا يعني بسويعات صدر موقف من ممثل امريكا في مجلس الامن وضحت بالتفصيل هذا الامر. لكن يعني رغم ذلك لا يزال الموقف الدولي بما فيه الموقف الروسي غير قابل مطلقا للاجراءات الاحاديه، لا يمكن ان يقبل بالانقلاب، وقضيه الشرعيه يجب ان تتم عبر القنوات المتوافق عليها. نعم دكتور، يعني نختتم معك بهذا السؤال. بحسب البند السابع من مشروع الحل الاممي، يعني هناك من الملاحظ انها ديباجه لاتفاق سياسي شامل وليس اتفاق جزئي، والدليل هو ما يؤكده البند الأول الذي ينص على أن تتفق الأطراف على العمل من أجل الوصول إلى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن. ما هو الحل الذي يلبي طموحات الانقلابيين؟ يعني هذا الحل تحديدا هو الحل الذي يلبي طموحات الانقلابيين؟ لا، نحن من البداية يعني منذ أن ابتدأت هذه العملية ونحن ما نحن السلمي، نحن لسنا من طلب الحرب، نحن لسنا من ابتدأ بها، نحن يعني منذ البدء لم يكن خيارنا خيار الحرب، هذه الحرب فرضت علينا يعني منذ أن قام تم الانقلاب وقبل أن يتم الانقلاب، منذ أن ابتدأ الانقلابيون في دمناج وبعدها. لكن يعني وبالتالي أي حديث حول أي حل سياسي والعودة للعملية السياسية حيثما توقفت، نحن مع هذا الأمر. تفسيرنا للعملية السياسية هو وعودتها هو العودة للدستور واستكمال هذه المراحل حتى نصل إلى الاستفتاء على الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية، يعني تنهي المرحلة الانتقالية في اليمن. نعم. هذا الموقف الثابت الدائم لنا الذي لم يتغير، وبالتالي يعني كيفما ذكر في أي اتفاق نحن مع هذا الاتفاق، لكن تفصيل هذا الأمر، هل يمكن أن نقبل بشرعنة هذا الانقلاب؟ هل يمكن أن نقبل قبل أن تتم الإجراءات الأمنية يعني بما يضمن أن الطرف الانقلابي يتحول إلى طرف سياسي حتى يحظى بفرصة المشاركة السياسية؟ هذه مسألة مبدئية واضحة، ولا يمكن بعد كل تلك التضحيات التي قدمها شعبنا وبعد هذه التجربة المريرة أن نعود إلى نقطة الصفر وأن يعني نتقاسم مرة ثانية مع الانقلابيين يعني بشكل يعني يوفر بذور وجذور لمشكلة قريبة قادمة. نعم، إذن الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. نعود إلى الدكتور محمد جميح، يعني دكتور نعود معك بهذا السؤال. هناك من يقول أن الاتفاق الذي قدمه ولد الشيخ جاء كحل وسط بصيغة توفيقية وليس توافقية، لا تستند إلى إرادة اتفاقية وتوافقية واضحة، هل يرجع ذلك إلى غياب التفاوض المباشر أم إلى الشعور بضيق الوقت وبضرورة الخروج بإنجاز ولو كان جزئي؟ يعني دكتور محمد، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح. إذا مشاهدينا سنكون بهذا القدر قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن، وأيضا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن. ونعتذر لضيق الوقت لعدم القدرة بالتواصل بالصحفي الذي رحبنا به في بداية الحلقة صالح البيضاني. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.